فيما يتعلق إذا أخرج إنسان زكاته للمستحقين فيما يرى ويظهر له من حالهم ثم تبين أنه غير مستحق، فإن هذا للعلماء فيه قولان. من أهل العلم من قال إن ما أخرجه مجزئ لكونه عامل بما ظهر له وامتثل ما أمره ربه به في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر ما ذكر الله من الأصناف في الآية. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رجلا تصدق على خرج فتصدق فوضع صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله في نهاية الحديث الحمد لله على غني، فتقبل الله تعالى منه صدقته. وقيل له لعل ما أعطيته الغني يكون سببا لإنفاقه وبذله في أوجه البر والخير. فالمقصود أن الحديث دل على أن ما تصدق به هذا الرجل وقع موقع القبول بناء على ما كان من ظاهر حال من تصدق عليه. وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد وقول للشافعي، وثمة قول آخر بأنه لا يجزي بناء على أنه لم يأتي به بما أمر به من الإنفاق على من أمر الله تعالى بوضع الصدقات في أيديهم. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن ما كان من الصدقة قد بذل الإنسان وسعه في تحري أهلها وتبين بعد الإنفاق أنه ليس من أهلها فلا بأس، ولا سيما في هذه الصورة اللي ذكر أخونا أنه حتى الذي أخذ لا يعلم، يعني يقول أنا ما أعلم أنه ليس من أهل الزكاة، والآخذ لم يعلم لكونه يشبه أن يكون محجورا عليه بمعنى أنه لا يتصرف في المال إنما يتصرف غيره في ماله. فالذي يظهر أنه وقع موقع القبول، أسأل الله